مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 1، اليونت السادس الدرس الأول. عنوان الدرس What do they do؟ ماذا يفعلون أو ماذا يصنعون؟ ما هي وظيفتهم؟ من خلال عنوان الدرس راح نعرف أنه هذا الدرس وتقريبا اليونت السادس كله، احنا نعرف أن الدرس الأول من كل يونت تبدي ملامح اليونت تظهر. يعني مثلا باليونت الخامس أخذنا بالدرس الأول مجموعة من البلدان وأشخاص عائدين لهذه البلدان، ولاحظنا أن اليونت كله، اليونت الخامس كله، يتحدث عن البلدان، عن خصائص كل بلد، التعداد السكاني من كل بلد، المساحة مال كل بلد إلى آخره. فمن خلال الدرس الأول مال اليونت السادس قال لي What do they do؟ ماذا يصنعون؟ وهو منطيني مجموعة من صور الوظائف. راح نلاحظ أو راح نعرف أن اليونت السادس كله يتحدث عن الوظائف، خصائص كل وظيفة، الأعمال اللي يقوم بها كل وظيفة إلى آخره. فبالبداية هذا الدرس أو ذين الكلمات اللي راح نطلعهم كلمات جدا مهمة يجب حفظها إملاء ومعنى. أنا إيش أقصد يا كلمات؟ كلمات الوظائف اللي هي البزنس وومن، البايلوت، الأركيتكت إلى آخره. هذين الكلمات يجب حفظهم إملاء ومعنى. ليش إملاء؟ هسه بعد قليل راح نوضح ليش إملاء. لأن ممكن تجيني بسؤال إملاء، ليش معاني؟ لأن ممكن تجيني بسؤال إسقاطات، من الممكن يجيني بسؤال التوصيلات، من الممكن الأستاذ يسألني عن أسئلة شفوية بداخل الصف إلى آخره. فبالبداية يقول لي a business woman، هو طبعاً الفقرة الأولى شي يقول لي، يقول لي listen، استمع، and read the description، اقرأ الوصف، الوصف الخاص بكل وظيفة، and then match them to the photographs، ثم طابقها مع الصور اللي أنا منطيك إياها لكل وظيفة. هسه المطابقة راح نحلها بعد دقائق بكتاب النشاط، لأنه منطيني فقرة مخصصة للحلول. فبالبداية نقرأ الوصف، شي يقول لي؟ يقول لي a business woman. بزنس وومن هي نفسية البزنس مان، بزنس مان رجل أعمال، بزنس وومن هي الإمرأة التي تقود الأعمال. شو يقول لي؟ بزنس وومن works in an office، البزنس وومن تعمل في مكتب، and runs a business، وتدير أو تدير الأعمال. run إنه مو معناها يركض، إنه معناها يدير. she is very good at working with money، وهي جيدة جدا في التعامل مع الأموال أو في معاملة الأموال أو التصرف بالأموال. هسا أولاً أكو ملاحظة جداً مهمة أريد أنوه عنها. لاحظت شغلة أنه أكو أي قبل البزنس وومان، وهنا أي قبل البايلوت، وهنا أن قبل الأركيتكت. إحنا ماخذين بالمراحل الابتدائية أنه الأي والأن شو نسميهن؟ نسميهن articles. شنو يعني articles؟ أدوات تنكير تستخدم قبل الاسم المفرد، يعني يجي وراهن اسم مفرد حصرا، يعني ما يصير اخلي وراهن اسم جمع. هاي اول ملاحظه. ياتي بعدها اسم مفرد، الاي ياتي بعدها اسم مفرد يبدا بحرف صحيح، والان ياتي بعدها اسم مفرد يبدا بحرف عله. شنو حروف العله؟ الاي، الاو، اليو، الاي والاي. زين، هسه لاحظوا شغله، بي البزنس وومن، امرأة الأعمال أو الامرأة التي تقود الأعمال، بدأت بها حرف، حرف البي، هذا حرف صحيح، اسم مفرد بدأ بحرف صحيح، شو أخلي له؟ أخلي له أي، في حرف صحيح أخلي له أي، لكن شوف الأركيتكت، أركيتكت بدأت بحرف علة، شو أخلي قبله إذا بدأ بحرف علة؟ أخلي قبله آن. هذه ملاحظة تفيدكم خاف تجيكم بسؤال الاختيارات المتعلق بالقواعد، إنه الأي والأين تأتي قبل الاسم المفرد، الأي تأتي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف صحيح، والآن تأتي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ألا. نرجع نكمل. هسا عرفنا أن البزنس وومن تعمل في المكتب أو في مكتب وتدير الأموال أو تدير الأعمال، وهي جيدة في التصرف بالأموال. وراها شي يقول بايلوت، شنو معنى بايلوت؟ معناها طيار. حاولوا تحفظون معاني وإملاء هذه الكلمات اللي إذا نكتبها. طيار، flies a plane، يحلق بالطائرات، and takes people to the different countries، ويأخذ الناس إلى مختلف البلدان. شنو وظيفة الطيار؟ وظيفته يحلق بالطائرة ويأخذ الناس إلى مختلف البلدان، المسافرين يقصد. They have to wear uniform، وعليهم أن يرتدوا uniform. شنو معنى uniform؟ زي رسمي. إذن هذه كلمة جدا مهمة، نعرف أن الطيار يجب أن يرتدي زي رسمي. يعني بينما البزنس وومن، امرأة الأعمال أو الامرأة اللي تقود الأعمال، ما ترتدي زي رسمي. فهذا اللي لازم أهم نميز بيناتنا، راح يسألني الأستاذ عنه داخل الصف كتحضير يومي. أركيتكت، شنو أركيتكت؟ المهندس، ركزوا وياي، مهندس
معماري، شوف الوصف اللي منطيني اياه لان بعد قليل كذلك راح يفيدنا. An architect، المهندس المعماري. Plans and designs buildings، ركزوا وياي. Plans معناها يخطط، designs معناها يصمم. يعني المهندس المعماري يختلف عن الانجينير المهندس، انه المهندس المعماري يصمم ويخطط البنايات. يعني مو فقط انه يعطيك خريطه مال البيت او خريطه مال البنايه وانتهت، لا، يعطيك الخريطه ويعطيك التصاميم الداخليه الخاصه بهذه الخريطه او البنايه. Buildings البنايات. They work in an office، يعملون في المكتب. بعدها ميكانيك، شو المعنى ميكانيك؟ الميكانيكي او المصلح. Works in a workshop، يعمل في ورشه، يعني محل صغير مال التصليح. Or a garage، أو جراج، الأماكن اللي يشتغلون فيها المصلحين عادة ما تكون أشبه بالجراج. And repair people's cars، ويصلح سيارات الناس. إذن وظيفة الميكانيك إن يصلح سيارات الناس. اللي بعدها engineer، هسا ركزوا وياي شنو معنى engineer؟ مهندس. ركزوا ميزوا بين المهندس الانجينير وبين الاركيتكت المهندس المعماري. شنو وظيفة الانجينير المهندس؟ Works outside or in an office، يعمل خارج أو في المكتب. أما خارج المكتب أو في المكتب، they design، هم يصممون. build ويبنون. repairs ويصلحون. المشينز الآلات. roads الطرق. and bridges والجسور. ركزوا وياي، هذاك فقط الأركيتكت المهندس المعماري فقط يصمم ويخطط البنايات. هذا شنو شغلته؟ هذا شو يسوي؟ ديزاين يصمم، بيلد يبني، شو يبني؟ او ريبير يصلح، شو يصلح؟ الماشينز الالات، رودز الطرق، بريدجز الجسور الى اخره. يعني الانجينير عاده ما يكون عمله خاص بالطرق، الجسور، الالات، المحركات الى اخره. وراها شوب اسيستنت. شنو معنى شوب اسيستنت؟ الصانع اللي يشتغل بالمحل، اذا صانع او عامل. works for a shopkeeper اللي هو مدير المحل. or shop owner او مالك المحل. they help customers، يساعدون الزبائن. the people who want to buy things in the shop، هم وظيفة الشوب اسيستنت، وظيفة الصانع اللي يشتغل بالمحل، يساعد الزبائن. حضرتك شو تريد؟ شنو اللي اقدر اقدمه لك؟ شنو اللي تدور عنه؟ يساعد الناس اللي جاي تشتري من المحلات. بعد firefighter اللي هو الإطفائي. A firefighter's job is very dangerous. شو يقول لي؟ يقول لي وظيفة الإطفائي جدا خطيرة. They put out fires. هاي كلش مهمة الكلمة. Put وحدها معناها يضع، لكن put out صارت معناها يطفئ. ميزوا لي هاي الكلمة جدا مهمة. طبعا firefighter قلناها إطفائي، هو الشخص الذي يطفئ الحرائق. وراء يقول لي put out fires، يطفئ الحرائق. And save people، وينقذ الناس. A firefighter has to wear special clothes. أما هذا الإطفائي عليه أن يرتدي ملابس خاصة، ملابس خاصة مضادة لهذه الحرائق. هذا ما يخص الفقرة الأولى. هذن الجمل حاولوا تفهموهن، تعرفون معانيهن وكلمات الوظائف اللي هن business woman، pilot، architect، mechanic، engineer إلى آخره. ذن الكلمات للحفظ املاء ومعنى. خل اسجلها هذه الملاحظه على مود تنتبهوا لها. للحفظ املاء ومعنى، اقصد شنو؟ كلمات الوظائف. حفظت الاملاء، حفظت معانيهن، فهمت هذني الوصوفات. ننتقل للفقره الثانيه المتعلقه بكتاب النشاط. شو يقول لي؟ يقول لي listen and read the descriptions. listen استمع، read the description اقرا الوصف. then match them to the photographs، ثم طابقها بالصور الفوتوغرافية. يعني نفس الكلام، نفس المنطوق اللي أخذته قبل دقيقة. listen read the description and match them to the photographs. عادة وخلها ليها بكتاب النشاط. ليش؟ لأن يقول لك أنت أحسن ما تكتب كتاب الطالب أو توصل الوظائف بكتاب الطالب وتشخبط على كتاب الطالب، خلي يكون الحل مالتك بكتاب النشاط. فأنا خليت لك فقرة مخصصة لكتاب النشاط، أو الكتاب يقول لك أنا خليت لك فقرة مخصصة لكتاب النشاط لأن هو هذا الكتاب اللي مسموح لك تكتب عليه، أما كتاب الطالب ما مسموح لك تكتب عليه. فهنا نفس الفكرة، يعني الحلول المفروض نكتبها على كتاب الطالب راح نكتبها كتاب النشاط. هسه الصورة الأولى، هذه صورة شنو؟ صورة شخص دا يصلح سيارة. إذا شنو اسمه؟ الميكانيك. فأوصلها، شوفوا الحرف دي
وين اوصله؟ مو منطيني كتاب او مجال على مود اكتب، اكتب هنا انا. الثاني الصوره الثانيه هذا صوره الطيار، وين الطيار؟ يا حرف، حرف بي، فاكتب هنا انا طيار حرف بي. الصوره الثالثه صوره فاير فايتر اللي هو الاطفائي، وين الفاير فايتر؟ الصوره جي، فاكتب امامها جي، وهكذا. هذه الصوره صوره البزنس وومن الامراه، اذا اوصلها بحرف اي. الصوره اللي بعدها هذه مهندسه معماريه لان تخطط، اذا اوصلها بالاركيتكت، الاركيتكت اللي هي الصوره سي، وهكذا. هذا الشخص هو البياع او الصانع اللي يعمل بالمحل، صوره اوصلها بالحرف اف. والاخيره هذا الشخص اللي هو الانجينير المهندس يعمل داخل او خارج المكتب، فاقول له انجينير اللي هو الاي. هذا ما يخص التمرين الاول، مجرد يريد يخليني اوصل الصور بالعبارات المناسبه لها، بالوصفات المناسبه لها اللي منطيني يعني كتاب الطالب وكتاب النشاط. من خلال معرفتي لمعاني هذه الجمل اللي قراتها، معاني الوظائف، اقدر اوصل الوظيفه او الصوره بالوظيفه المناسبه لها. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. الان نبدا بالتمارين المهمه. طلاب كتابك وقلمك وياي، حاولوا تحلون هذين التمارين وتسجلون على هذا التمرين، تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. هسه اقول لك شلون يجيك بالامتحان، يعني هو مو كلش مو دائما يجي بنفس الصيغه اللي انا قلتها، لكن من الممكن يجيك بغير صيغه. اول شيء خلينا نحله ونعرف شلون يجينا بالامتحان. اول شيء عندنا بزنس، طبعا هو شيء يقول لي، يقول لي ماتش ذا بيجنينجز، طابق البدايات، منطيني بدايات الوظائف، اند ذا اندينجز بالنهايات. يعني بزنس شو النهايه المناسبه اللي اخذناها بالوصفات؟ بزنس وومن، امراه اعمال اللي هي نفسها اللي تدير الاعمال. فاقول له بزنس وومن، وراها شو يقول لي؟ يقول لي لو اكتب لي اياها شلون صارت الكتابه. ليش يقول لك اكتب لي اكتب لي اياها؟ لان يريدك تحفظ املاء الكلمات. فشنو هي الطريقه اللي يخليك فيها تحفظ الاملاء مال الكلمه؟ انه يخليك تكتب الكلمه اكثر من مره. اذا اكتب له بزنس وومن، زين. اللي بعد الكلمه الثانيه انجن، شوف ان انا قاطم لي اياها الكلمه انجن، شنو النهايه المناسبه لها؟ انجينير، بس مو ام الاي ار، ام الدبل اي ار، فاقول له انجينير. ركز وياي شلون راح اكتبها، انجينير مثل ما طلب من عندي. اللي بعدها اركي، شنو النهايه المناسبه لها؟ اركيتكت، المهندس المعماري هذه، فاقول له اركيتكت، اركيتكت المهندس او المهندسه المعماريه. باي، شنو النهايه المناسبه لها؟ بايلوت، بايلوت، شنو معنى بايلوت؟ طيار، وهكذا. نفس الفكره اللي يخليك تحفظ املاء ومعاني هذه الكلمات. ميكانيك، ميكانيك معناها مصلح او المصلح السيارات الميكانيكي، فاقول ميكانيك. اللي بعدها دن، شنو النهايه المناسبه لها؟ اوقف استاذ، انت ما قلت لنا بالكلمات اللي قرأتها قبل شويه او الوظائف اللي قرأتها قبل شويه هاي الكلمه، او ما صادفتنا هاي الكلمه. دن هذه ما اخذها سابقا، اللي هو طبيب الاسنان. دن تست، شنو معنى دن تست؟ طبيب الاسنان، فاوصلها بالنهايه المناسبه لها دنتست. هاي هم كذلك تحبون املاها، دنتست معناها طبيب اسنان. اللي بعدها فاير، فاير فايتر، وين النهايه المناسبه لها؟ اللي هو من هو الفاير فايتر؟ الاطفائي، فاير فايتر. اللي بعدها تيتش، كلش واضحه هذه ما فيها اكثر من مره. تيتشر، شنو معنى تيتشر؟ مدرس او معلم، مدرسه او معلمه، كلها ترهم. اللي بعدها دوكت، كذلك هاي كل شوي ما فيها. دوكتر، شنو معنى دوكتر؟ طبيب. هسه وصلنا مثل ما طلب من عندي بدايات الكلمات بالنهايات المناسبه لها. شنو المطلوب من عندي؟ انا قلت لك هذا التمرين مهم جدا، هذا التمرين من الممكن يجيك على شكل املاء، على شكل توصيل، مثل ما هو املاء على شكل توصيل. والله هو بسيط، يعني هاي اصلا اذا جابك اياها يكون مساعده، لكن اذا جاك على شكل املاء، استاذ شلون يجيني على شكل املاء؟ ممكن تنطينا الصيغه او الفكره؟ اقول لك الصيغه او الفكره تجيك بالطريقه التاليه. شو يقول لك؟ يقول لك دوكت فارزه، دوكتر سوى لي اياها، كمل لي اياها، قال لي انا هالمره بعطيك كلمه ناقصه وانت كملت لك اياها، زين. فاير فاصله فراغ، تقدر تكمل لي اياها مثل ما انا كملت؟ نعم. الفاير
يناسبها فايتر، فاير فايتر، فأكتب النهاية المناسبة للكلمة. أو يقول لي على سبيل المثال دن، وهم أنا أكمل لي إياها. شلون تكمل لي إياها؟ تقول له دن تست، تكتب بهذه الطريقة دن تست. فأنت إذا ما حافظ ملاء الكلمات تقدر تجاوب على هذا السؤال؟ لا. لذلك أنا قلت لك هو تمرين مهم جدا، وللحفظ إملاء، للحفظ إملاء. هسه إذا جاك بسؤال إملاء بهذه الطريقة، هذه الطريقة اللي ممكن تجيك بسؤال إملاء، جاب لك إياها التوصيل بعد أسهل. شلون أسهل أستاذ؟ مجرد أنت تحافظ الكلمة، حافظها إملاء، فهو أصلا ما يطلب منك إنان إملاء، مجرد توصل الكلمة بالنهاية المناسبة إليها. إذا هسه اتفقنا أن التمرين رقم واحد تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري. ننتقل إلى تمرين رقم اثنين. شو يقول؟ Ask and answer the questions about the jobs. اسأل وأجب على هذه الأسئلة عن الوظائف. هذه الأسئلة راح نسألها أسئلة شفوية يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي. يعني على سبيل المثال شو يقول لي؟ يقول لي Who works in an office؟ من الذي يعمل في المكتب؟ احنا أخذنا أكثر من وظيفة يعملون في المكتب. من ضمن هذه الوظائف البزنس وومن، الإمرأة اللي تدير الأعمال، فهي تعمل المكتب. بعد أكو واحد ثاني، نعم على سبيل المثال Architect، المهندس المعماري، همنا يعمل بداخل الأوفيس المكتب. فأنا أعطيه أقول له Architect أو Business Woman. زين، سؤال ثاني Who wears uniform؟ الأستاذ يسألك بداخل الصف كتحضير يومي، يقول لك Who wears uniform؟ من الذي يرتدي الزي الرسمي؟ ذكرنا بالوصوفات أن اللي يرتدي الزي الرسمي هو البايلوت الطيار. أقدر أعطيه وظائف ثانية يرتدون الزي الرسمي؟ نعم، Firefighter إلى آخره. Who takes care of sick people؟ من الذي يعتني بالناس المرضى؟ من هو؟ الدكتور الطبيب. Who repairs cars؟ من الذي يصلح السيارات؟ الميكانيك. Who brings food to your table on the cafe؟ شوف هنا شو يقول لي. من الذي يجلب لك الطعام في المقهى أو في المطعم؟ الويتر النادل. بس احنا استاذ ما أخذنا كلمة ويتر، صحيح بهذا الدرس ما ماخذيها، بس انت ماخذيها بالسادس ابتدائي، واعتقد كذلك في الدور المتوسط مر عليكم هاي الكلمة. فيقول لك احنا دراجع كذلك الوظائف اللي أخذناها بالسابق. انا اعطيتك وظائف جديدة بهذا الدرس، لكن انت بالسابق انت ماخذ الويتر، ماخذ الدكتور، ماخذ الدنتست، فما يحتاج انا اظل كل مرحلة اعيدها عليك. Who writes articles for newspapers؟ من الذي ياخذ او يكتب عفوا التقارير للجريدة او المجلة؟ من اللي يكتب التقارير؟ خدناها باليونتات السابقة انه الريبورتر الصحفي هو اللي يكتب التقارير. Who corrects mistakes in articles؟ شوف هنا شو يقول لي. يقول لي من يصحح الاخطاء في الجريدة والمجلة، سميناه editor المحرر. Who takes care of the other people's teeth؟ من الذي يعتني بأسنان الناس؟ اللي يعتني بالأسنان شو نسميه؟ طبيب الأسنان اللي هو dentist. Who works in a shop؟ من الذي يعمل في المحل؟ الصانع المحل شو نسميه؟ shop assistant. هذه الأسئلة بس ركزوا وياي يا طلاب، هذه الأسئلة يسأل الأستاذ كتحضير يومي بداخل الصف، أسئلة شفوية. أنت وقاعد بالصف يسألك هاي الأسئلة، فأنت من خلال معرفتك لمعاني الكلمات اللي أخذناها في بداية الدرس، معاني الوظائف، تقدر تجاوبها. لكن بعض الأساتذة مثلاً يجيب لي هاي الجملة، انتبه وياي، جاب لي هاي الجملة، إيش قال لي؟ انطاني فراغ وانطاني كلمات فوق، قال لي أريدك تخلي لي الكلمة المناسبة للفراغ. فأنت منطيك وظائف فوق، فأنت تسقط الكلمة أو الوظيفة المناسبة لهذا الجملة. فمن تعرف ان اللي يكتب التقارير في الجريده هو الصحفي الريبورتر، فتجيك من الممكن على شكل اسقاطات. بعض الاساتذه يجيبوها على شكل اسقاطات، اذا جابوها على شكل اسقاطات هذا تعتبر كمساعده لان فقط تعتمد على المعنى. اذا هذا من الممكن يجينا بالامتحان التحريري بسؤال الاسقاطات اللي بعده تمرين رقم 3. Read the text، اقرا النص. Whose help do they need، لمن يحتاجون لكي يساعدهم عليه. انا منطيني مواقف تحتاج شخص متخصص لحلها. يقول لك من هو صاحب الوظيفة المناسبة اللي تناسب كل موقف. هسه راح نقرأ النص أو النصوص ونوضح مفرداتها ونكتب الوظيفة المناسبة لكل موقف من هذه المواقف. فعلى سبيل المثال رقم واحد أو النقطة A، يقول لي I can smell smoke، يمكنني أن أشم الدخان. Quick، بسرعة. Everybody out، الجميع يخرج. من هو اللي يساعد على حل هذا الموقف؟ واحد قال أنا داش تمريح الدخان، الكل تطلع برا، يمكن أكو حريق. إذن اللي راح يساعدهم بحل هذه المشكلة هو الفاير فايتر. جيد، هسه النقطة الأولى حليناها. النقطة الثانية
Is there a bridge strong enough to carry that weight? هل هنالك جسر قوي بما فيه الكفاية لكي يحمل هذا الوزن؟ من هو اللي يجاوب على هذا السؤال؟ هو الشخص المختص اللي هو الانجينير، المهندس، مو المهندس المعماري. انتبهوا، المهندس المعماري خاص بمن؟ بالبنايات. أما المهندس الانجينير هو خاص بالجسور والطرق والآلات إلى آخره. I looked at the plans. نظرت إلى الخطط. Do you think we need to move the door? هل تعتقد بأننا نحتاج إلى أن ننقل الباب and add a window ونضيف نافذة to let more light لكي نجعل المزيد من الضوء يدخل؟ من هو اللي يقدر يجاوب على هذا السؤال أو هذا الموقف؟ هو الأركيتكت، المهندس المعماري. هسه أنا تمام تقول لي أركيتكت، بس اللي قبلها موضوع متعلق بالجسر. أما بما أنه هنا متعلق بالبناية أقول له أركيتكت. أو my tooth hurts، سني يؤلمني. من اللي ساعد على حل هاي المشكلة؟ الدنتست، الطبيب، طبيب الأسنان. سني يؤلمني، إذن طبيب الأسنان هو اللي ساعدك على حل المشكلة. Look، انظر. There is smoke coming out of the engine، هنالك دخان يخرج من الإنجن. شنو معنى كلمة إنجن؟ المحرك. بس قلت لك محرك، عرفت إنه هذه اللي راح الشخص اللي راح يساعده هو الميكانيك. الميكانيك شنو معناها؟ مصلح السيارة. I want 200 of these chairs every month. أحتاج إلى 200 من هذه الكراسي كل شهر. Can we talk about the price? هل يمكننا أن نتحدث عن السعر؟ من هو الشخص اللي يقدر يشتري 200 كرسي خلال الشهر الواحد؟ هذا أكيد أما رجل أعمال أو امرأة متعلقة بالأعمال فهو مطيني بزنس ومن، فأقول له بزنس ومن. اللي بعدها يقول لي have you all looked at the menu؟ هل جميعكم نظرتم إلى هذه القائمة؟ طبعا نعرف أن المنيو هي قائمة الطعام. Good، جيد. Let's see if we can find someone to take our order. دعونا ننظر إذا كان هنالك شخص سوف يأخذ طلبنا. الأوردر معناها طلب. من هو اللي يأخذ الطلب في المقهى أو في المطعم؟ من هو اللي يأخذ الطلب؟ النادل. فأقول ويتر، الشخص اللي راح يساعدهم هو الويتر النادل. That's a deep cut، إنه جرح عميق. I think you need someone to look at it، أعتقد بأنك تحتاج لشخص ما لينظر إلى هذا الجرح. من هو اللي راح يساعده؟ الدكتور، لازم الطبيب هو اللي ينظر للجرح. اللي بعدها I don't understand the homework، أنا ما أفهم الواجب البيتي. I am going to fail this class، أعتقد بأنني سوف أرسب في هذه المادة. من هو اللي المفروض يساعده؟ التيتشر. تيتشر معناها مدرس. هذا ما يخص تمرين رقم 3. قبل ما أنتقل، هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. أستاذ ليش مهم أو شلون يجيني بالامتحان؟ يجيك مثل ما هو، أما يجيك مثل ما هو بسؤال الإملاء. أنا أعطيك موقف وأنت تعطيني الوظيفة المناسبة لهذا الموقف باعتبارك أنت حافظ إملاء الوظائف. أو من الممكن الأساتذة يتساهلون بالموضوع ويجيب لك إياه على شكل إسقاطات، يعطيك الكلمات الحلول أو الوظائف المناسبة لهذه الجمل، وأنت فقط شغلتك أنك تسقط الكلمة أمام الفراغ المناسب لها أو أمام الموقف المناسب لها. كذلك هنا يعتمد على المعنى. إذن هذا التمرين تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري. اللي بعده تمرين رقم 4. What do you want to be? Think about typical day. ما الذي تريد أن تكون عليه في المستقبل؟ فكر في يوم مثالي. Write the things you might have to do. فكر في الأشياء أو اكتب الأشياء التي ترغب بفعلها. Think of as many as possible. فكر بأكثر إجابات محتملة. إن أنا شو يقول لك؟ يقول لك أنت بالمستقبل شنو المفروض تسوي أو شنو اللي تحب تسوي؟ شنو الأشياء اللي تحب تفعلها؟ تحب تقعد على الكمبيوتر، تحب سوق السيارة، تحب تعالج المرضى، تحب تعلم الناس. أنت مثلاً تقول I like teaching students، أنا أحب أدرس الطلاب. فبالتالي أنت تحب أنك تكون أو تريد تكون بالمستقبل teacher إلى آخره. فأنت تفكر بالأشياء اللي تحب تسويها. فمثلاً أنا أعطي مثال. I listen to people's heart، أستمع إلى قلب الناس. I give people medicine، أعطي الناس أدوية. من هو هذا الشخص اللي يسوى هذه الأمور؟ الدكتور، الطبيب. إذن تقول I want to be a doctor، أريد أن أصبح طبيباً. مثلاً واحد ثاني يقول لي I repair cars، أنا أصلح السيارات. I work in a garage، أعمل في الجراج أو workshop بالورشة. I want to be a mechanic، أريد أن أصبح مصلح إلى آخره. فأنت تفكر بالأشياء اللي تحب تعملها بالمستقبل
وبالتالي تحط الوظيفه اللي ممكن تكون عليها بالمستقبل عندما تكبر، مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا ان الدرس بسيط جدا ومهم جدا وغني بالمعلومات، واغلب الكلمات اللي اخذناها كلمات الوظائف لازم تحفظها املاء ومعنى املاء، مثل ما بالتمارين عرفنا شلون تجينا بالامتحان بسؤال الاملاء، معنى عرفنا شلون تجينا بالمعنى على شكل اسقاطات او على شكل توصيلات، وكذلك عرفنا الاسئله اللي يسالها الاستاذ داخل الصف كتحضير يومي وعرفنا شلون نجاوب عنها، كذلك تعرفنا على كل وظيفه شنو زي الرسم اللي يرتديه وان يعمل الى اخره. حاولوا تسجلوا هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا بامتحان الشهر الثاني من الكورس الثاني. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات موجوده في الفيديو في الوصف.